لم أكن أعلم أن لقاء فليب كوتلر عام 2011 سيجعلني سفير كوتلر إمباكت في الأردن وهي تابعة للأب الروحي للتسويق. فليب كوتلر الأب الروحي للتسويق اتفق عليه جميع أهل العلم، وهو يأتي رقم 4 من أهم مفكرين في مجال الإدارة بعد بيتر دراكر وبيل جيتس وجاك ويلش. طبعا اختير من مجلة فاينانشال تايمز ليكون أفضل رجل في العالم في مجال التسويق. طبعا هو الآن يعتبر بروفيسور في جامعة نورث ويسترن. تم تسليمي بفضل الله تعالى مشروع إصدار كتاب أساسيات التسويق الحديث Essentials of Modern Marketing النسخة الأردنية، ليكون صادر في عام 2023 بشهر 9 في علامات تجارية، وبدأنا بفضل الله تعالى وبدأت الشركات الناجحة تدخل معنا في هذا المشروع. انتظروا الكتاب.